Express FM, زيد في القيمة. فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي في آخر جزء في حصتنا اليوم، ونستقبل بتليفون لاعب النادي الإفريقي، نعرفش اللاعب الحالي ولا السابق النادي الإفريقي، تأكد لنا، هو ياسين الشماخي معنا بتليفون. ياسين أهلا بك. أهلا ياسين. شنو الأمور خويا؟ شنو أحوالك الساعة؟ الحمد لله. الحمد لله. باهي ياسين، لو كان تحاول تقرب شويه للتليفون خاطر صوتك ضعيف شويه، وتحكينا اليوم سمعنا صباح مغادرتك للستاج نتاع النادي الافريقي، حابين نعرف من عندك انت شنو السبب بالضبط اليوم. باهي اشي، انا اول حاجه حاب نقول لك معناها انا مانيش مستانس، معناها نخرج برشا في الميديا ونوضح. متخرج جمله مش متخرج برشا انت. صحيح. الناس الكل ظهر لي نعرفوا معناها المشاكل اللي تمر فيها معناها النادي الافريقي. حكاوا معايا باش ما نقولش معناتها ما حكاوش معايا في حكاية التجديد وكل شيء، لكن معناها أمور معناتها جدية ما فهمناش. قبل الستاج كان معناها حكى معايا رئيس النادي وتفهمنا على كل الأمور، الكل أمور التجديد، قال لي معناها امشي ستاج وغاديك معناها نتموا الأمور الكل. مشيت وترانيت وكل شيء، واليوم ظهر لي لوترونت معناتها يوفى العرض نتاعي، ما فما حتى شيء. ديجا البارح معناها كان عندنا ماتش اميكال، ديجا معناها زاد العرض فيه. بعد الماتش قعدت مع نائب الرئيس وحكينا على كل شيء، قال لي معناها وضح لي الامور الكل، قال لي معناها شنو عملت في الحكايه الكل. قلت له سي بون معناها راني تفهمت مع الرئيس وتفهمنا على كل شيء. قال لي راهو اليوم راهو فما اشكاليه في الفلوس وكل شيء، ومعناتها خيط باهت معناها مش ما كنتش معناتها نتوقع الحديث هذايا، معناها كنت انا نتوقع معناتها في الامور ايجابيه، معناها خاطر ديجا حكيت معناتها مع رئيس النادي وتفهمنا على كل شيء. قال لي ما فماش فلوس وفما كل شيء. اليوم امور قانونيه معناها المحامي نتاعي معناها قال لي تنجم تروح. ثاني التصبيح اليوم عبدو في معناتها في الميديا اللي قالوا معناها ياسين شماخي غادر معناها الحصه التدريبيه. ترانيت اليوم وقعد معناها روحت. كنت اتفقت انت مع عبد السلام اليونسي معناها على كل جزئيات نتاع التجديد، وكان بريفيو اليوم معناها باش يجي معناها يمد لك فلوسك وتصحوا العقد الجديد هكا. فهمت قبل الستاج، قال لي معناها اطلع للستاج مع الاولاد وغادي كمان نتموا الامور. بقيت نترنى على روحي ما نكذبش عليك، معناها بقيت نستنى اليوم الترون ظهر لي اليوم معناها العقد نتاعي يوفى. كانت عندنا معناها اليوم دوبل سيونس ثاني تصبيح، ومعناها وحكيت مع المدرب وديجا معناها جمعه كامله معناها يحكي معايا المونتونياسي معناها باش تجدد ولا معناها باش تكمل السيزون. قلت له معناتها حتى باش نكمل السيزون ما عندي حتى مشكل، معناها انت تعرف الوضعيه نتاع النادي الافريقي، ظهر لي معناها عندنا 10 شهور معناها مانيش خاصين. قلت له ما فما حتى مشكل، معناها تعطيني معناتها دو سالير تروح سالير ونكمل معاك، معناها ما فما حتى معناتها تجاوب. وكاو معناها هاني نستنى من هنا، معناها اليوم مازال عندنا وقت وكان فما حاجه ربي يسهل فيها. معناها فقط طلبت زوج شهريات انت ياسين، كان معناها في الامور كان باش نكمل سان سيزون باش نكمل السيزون. هاي طلب زوج شهري معناها ثلاثة شهري فهمت، واللي هو حقي معناها فهمت، اللي نحن معناها عام كان معناها جوارات معناها مانيش خاصين وكل شيء، دونك ماشي معناها طالب معناها فهمت، اذا كان معناتها باش نكمل سان سيزون فهمتني. اما قبل هذا الكل معناها كنت انا ورئيس النادي معناها متفاهمين على كل شيء باش معناتها نجدد العقد، لكن ما تستنيت ستاج كامل اليوم ظهر لي الدرون انت تعرف وكاو المحامي نتاعي معناها قال لي تنجم تروح كاو روح. فهمتك. باهي ياسين، خرج كلام انك طلبت مليار، معناها صحيح لك كلام هذايا اليوم ولا؟ والله كما ادولي معناها مليار راني مشيت معناتها صحة ديريكت معناها يكبروا لي في كرشي معناها بالفارغ وكل شيء. انت تنجم تقول معناها مدولي مليار، لكن معناها جد يا معناتها ما فما حتى شيء، كان معناتها كلام برا. نجم نعرف قداش المونتون طلبته ياسين ولا لا؟
موضوع قال لي انا شو قبل هذا كله كانت عندي معناها انا بريف كعميل مانيش خالص بالفلوس نتاعي مش كان انا معناها بريف كجوارد الكل طلب معناها باش ناخذ مستحقاتي معناها القديمه ما فما حتى تجاوب وكما قلت لك معناها لقينا حل انا ورئيس النادي قبل الاستاج وتفاهمنا على كل شيء لكن هاني نستنى الاخر نهار معناها في العقد نتاعي ما فما حتى تجاوب معناها تو فهمت انا هذاك معناتها لقيت بيت معناها وديجا بعد معناتها بعد سيونس نتاع اليوم الصباح تانيت وروحت معناها نشوف معناها برشا معناتها نهارتي اللي انا غادرت وكذا اللي هي قانونيه معناها انا عندي حق معناها نروح وكهو فهمت مش نورمال تكمل سيونس تاع عشية ياسين زادا والله تنجم انت تقول لي معناتها صحيح كلامك نجم نكمل سيونس تاع العشية لكن انا نجم معناها لا قدر الله انا سيونس تاع العشية تصير لي معناها ديبليسيو وهذا معناها هي ما عقدك مازال اليوم معناها انت عقدك يوفى اليوم معناها انا سألت المحامي معناها اي صحيح عقدي معناها يوفى اليوم خاطر جابوا عدل تنفيذ هما معناها وعاينوا الغياب نتاعك لا لا ترينت الصباح وحكيت معناتها مع المدرب ومع بعض من المسؤولين وكل شيء وفهمت لهم وروحت ديجا معناها حكيت معناتها مع المحامي قال لي معناها تنجم تروح معناها فما حد إشكالية هي المشكلة مش من اليوم ياسين ظهر لي عندنا مدة نسمع بحكاية تجديد عقد ياسين الشماخ علاش طولت الحكاية شوية؟ مش بيانا تسمع فيا ياسين؟ الو الو بي ابرامو قاعد في بلاصه ما فيهاش برشا ريزو نحاول نعاودو نتصلو من جديد بياسين الشماخي موجود معنا بصفه حصريه ياسين الشماخي في اول تصريح ليه منذ مده طويله تقريبا منذ خرجت الحكايه نتاع تجديد عقده اليوم كان تقريبا نقطه فاصله بعد خروجه من ستاج نتاع النادي الافريقي في حمام بلقيبه ياسين الشماخي نحاول نتصلو به بعد شويه اكيد باش يكون معنا لاعب النادي الافريقي ياسين الشماخ كان اكد عديد التفاصيل في الموضوع نتاع العقد نتاعو واكد انه اتفق مع كل الجزئيات مع رئيس النادي عبد السلام اليونسي لكنه تفاجئ اليوم بغياب عبد السلام اليونسي على الاتفاق نتاعو كان تفاهموا على التجديد وكل شيء وعلى المواصل لكن اليوم عبد السلام اليونسي كان غايب على اتفاق وما عرفش احمد مازال معنا ياسين ما تحصلش عليه ولا بينها مازلنا ممكن في بلاصه ما فيهاش ريزو في انتظار يعاود يكون معنا ياسين الشماخ نلخص ابرز ما قاله ياسين قال انه اتفق مع اليونسي على التجديد اليوم باش يحضر مجموعه من تقريبا ثلاث شهريات كما قال ياسين يتوفروا له ويكمل الموسم مع النادي الافريقي هذا دون نظر في موضوع تجديد عقده بالطبيعه نحكي على الباقي من الموسم الماضي على كل ايضا لكن تخلف عبد السلام اليونسي رئيس فرع كره القدم مع حمزه الوسليتي قال له فما مشاكل شويه نتاع فلوس الشيء ما تقبلوش ياسين الشماخي وغادر تربص صحبه فخر الدين الجزيري كذلك معتز زمزمي ايضا غادر اليوم استاج بعد نهايه عفو اليوم 30 جوان نهايه عقود الملاعبيه هذوم الكل في انتظار نحاول نتصلوا من جديد بياسين الشماخي اكيد بعد شويه باش يكون معنا ياسين الشماخي على كل اليوم 30 جوان نعم احمد ده مسيح كلمني قال لي في ظروف مباشره مساج باهي معنا ياسين الشماخ يقول لي احمد ياسين اهلا بك انا ما في بلاصه ما فيهاش برشا ريزو الو هلا اي قلت لك غادي في بلاصه ما فيهاش برشا ريزو انت يا باهي اخر سؤال ياسين قلت لك علاش طولت شويه الحكايه نتاع التجديد انا بيدي مانيش فاهم معناها انا قلت لك انا ديجا معناتها يخرج في برشا كلام ياسين عطيناه وما حبش وكل شيء وانا قلت لك قال لي هذا كله كلام جديا ما فما حتى شيء انا معناها ظهر لي قلت لك معناها في ديسمبر معناها جاوني عروض وكل شيء كنت نجم نعمل بري كونترا لكن استنيت معناها النادي الافريقي معناها ولي هنا معناها كنت مستعد باش نكمل كل شيء للحظه هذه ولكن الامور معناها بيدهم هما ما فما حتى شيء اللي نعرف هي منين قلت لي جاك عروض منين العروض جاتك يا سيدي؟ جاوني عروض من تونس ومن بعد تونس معناتها بعد من تونس الترجي صحيح الكلام اللي سمعناها؟ بون كلامات انا معناها ما نحبش معناها ندخل في الديتاي وكل انا تو معناتها كان سوا معناتها باش نجدد مع النادي الافريقي ولا معناها
الاوبجيكتيف معناها نخرج برا واللي فيه الخير معناتها ان شاء الله ربي يسهل. معناها صعيب تشوفوك في جمعيه اخرى في تونس بخلاف النادي الافريقي؟ تو حاليا ما نجم نقول لك حتى شيء، كان معناتها انا قلت لك انا قعدت معناتها نستنى في النادي الافريقي النهار الاخر اليوم، وان شاء الله اليوم معناها ديجا معناها لقيت النادي يكلم الاجون تاعي وكل شيء، ان شاء الله معناها كان فما حاجه ان شاء الله ربي يسهل على شيء. فما لقاء مرتقب اليوم مع عبد السلام اليونسي ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله. لا كلمك معناها برمجتوا لقاء ولا لا؟ انا قلت لك نجم يكون ان شاء الله، انا تو معناتها في الثنيه مروح ان شاء الله معناها ربي يسهل. خاطر قلت لي عندي عروض من تونس، نجموا نعرفوا منين العروض؟ والله انا حاليا معناتها ما اتصل بيا حد، معناها انا قلت لك انا قلت لك فما عروض سواء من تونس ولا من برا ان شاء الله معناها اذا فما خيانه قلت لك انا نستنى في النادي الفيصلي معناتها للاخر، وعلاش ليه معناتها ما نعاودش معناها اذا قلت لك معناها قبل الاستاج كنا معناتها متفاهمين على كل شيء، استاج كامل معناتها انا مثلا جيت اليوم معناها فيدباك معناتها ناخذ كل شيء معناها. عندك رغبه معناها في المواصله ماكش ضد البقاء معناها؟ والله ذلك ما عنديش معناتها رغبه، راني معناها من ديسمبر راني صحت في جمعية أخرى وكذا. سمعنا حتى تلقيت دعوة من حمادي أبو صبيع، قابلته ياسين؟ لا لا ما قابلتش. ما مالكش شوف الحمادي أبو صبيع زادا؟ لا كله كلامات، كل واحد معناها يحكي معايا يقول لي راهو سي حمادي معناها يحب يقابلك وشيء، أنا ديجا ما فهمتش، أنا أي واحد معناتها يتدخل يحب يهزني سي حمادي، أنا مشكلتي حاليا معناتها مع رئيس النادي. إذا فما حاجة رأي مع رئيس النادي فهمت. ما كنتش تجي تصبر شوية ياسين، تعرف الوضعية صعيبة متاع النادي الإفريقي اليوم برشا ديون وهذه أكيد خارجة بالجهة الجديدة، ما كنتش تجي تصبر شوية ولا لا؟ فاض الكيس كما نقولوا. إذا فما حاجة معناها تردينا معناتها إن شاء الله علاش ليه معناها، أنا معناتها مستعد معناها باش نكمل في النادي الإفريقي معناها وربي يسهل أنا نقول. واضح. نخليك في الاخر، كان عندك مساج لاحبين النادي الافريقي والا كلمه حره اللي كنت ياسين؟ نحب نقول معناها راني انا معناتها ما نحبش معناها نخرج نوضح كل شيء، وقت اللي يجي الوقت باش نوضح راني نوضح، انا معناها صحيح عادي 33 معناتها فرحان معناتها بيهم، ان شاء الله يفهموا معناها الجمهور اللي معناها مش بيدي انا راي الحكايه الكل. راي معناتها الناس الكل نعرفوا معناتها وضعية النادي الافريقي معناها خايبة، بون راهو حتى الجواريت راهو عندهم معناها حظ، عندنا معناها كل واحد عنده معناها التزامات وكل شيء، مش باش نجيو معناتها قالوا معناتها الجواريت لازم معناتها يضحيوا، نحنا ديجا عندنا معناها تو عامين مضحيين مع النادي الافريقي معناتها كل شيء، وأنا قلت لك معناها كان فما حاجة إن شاء الله معناها ربي يسهل. إن شاء الله. شكرا لك ياسين الشماخي، يعطيك الصحة وبالتوفيق لك في بقية مسيرتك سواء كانت في النادي الإفريقي وإلا خارجه. دونك هكا نوصلوا لنقطة النهاية في زون ميكست وفي فير بلاي اليوم زون ميكست نهار السبت إن شاء الله. شكرا أحمد بالخوجة في الإخراج، شكرا آدم اللي أمن لكم اللايف ستريمينج الموجود على الباج نتاعنا، نحن الموعد نتاعنا غدوة مع أنيس الصحباني في فير بلاي من الأربعة حتى الخمسة عشر.